عبرت روسيا والصين اليوم عن رغبتهما في العمل معا من أجل عالم متعدد الأقطاب. جاء ذلك إثر محادثات أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وكبير الدبلوماسيين الصيني وانغ يي في موسكو اليوم. في غضون ذلك صادق مجلس الدوما الروسي في جلسة استثنائية اليوم على تعليق العمل بمعاهدة نيو ستارت. وقال رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف لودين أنه بعد تصديق الدوما على القرار سيتم إرساله على الفور إلى مجلس الاتحاد الروسي للتصديق عليه. وللوقوف أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي والمتخصص في الشأن الروسي الأستاذ أشرف الصباغ. أستاذ أشرف، الحرب الروسية الأوكرانية على مقربة من بلوغ عامها الأول وسط تبادل وتصاعد للتصريحات الغربية والروسية من جهة، وأيضا الدعم الغربي لأوكرانيا من جهة أخرى، برأيك إلى أين يميل ميزان القوى؟ في الواقع من الصعب الآن الحديث عن موازين القوى، لأن هناك ضجة إعلامية كبيرة وهناك بروباغندا من الطرفين الروسي والغربية، ولكن واقع الأمر يشير على أرض الواقع إلى أن روسيا ضمت 4 مناطق أوكرانية ولكنها لم تسيطر إلى الآن على هذه المناطق، والغرب يسير قدما في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ما يعني شئنا أم أبينا أن الحرب ستمتد لسنوات طويلة، حتى إذا توقفت العمليات العسكرية في أوكرانيا فإن الحرب بين روسيا وبين الغرب بمكوناته الثلاثة الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي ستستمر لسنوات، والعقوبات الغربية ستصمد أمام الرغبات والطموحات الروسية لسنوات طويلة، على الأقل ليس أقل من 10 سنوات. كذلك أستاذ أشرف، يعني موسكو شهدت زيارة لكبير الدبلوماسيين الصينيين وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز عالم متعدد الأقطاب، كيف قرأت تلك التصريحات؟ في الواقع يعني هناك سردية روسية تتحدث عن عالم متعدد الأقطاب وعن أن الغرب يريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وأن الغرب هو الذي بدأ الحرب في أوكرانيا واحتل أوكرانيا وروسيا تريد وقف الاحتلال الغربي لأوكرانيا. هناك سردية روسية متعددة المسارات، ولكن في واقع الأمر الصين تحرص على شيء آخر تماما. ففي الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا والصين اتفقتا على الدفاع عن مصالح بعضهما البعض وعن أمن بعضهما البعض، قال ممثل الخارجية الصينية بأن الصين تستهدف من التعاون مع روسيا توسيع التنمية وفتح آفاق للتنمية الاقتصادية وفي المجالات الأخرى، أي أننا هنا أمام افتراق ملحوظ في أهداف التعاون. روسيا تريد إعطاء انطباع بأن الصين تريد أن تتحالف معها تحالف استراتيجي للدفاع عن السرديات الروسية، بينما الصين لديها خط واضح وهو التنمية، لأن الصين يسكنها 1.5 مليار إنسان، وهي بالفعل لا تريد أن تدخل في مشاكل عسكرية وتبدد ثرواتها ومواردها على الإنفاق العسكري، وإنما تريد إطعام 1.5 مليار إنسان، وبالتالي هناك فروقات كبيرة بين الأهداف الصينية والأهداف الروسية في الحقيقة. نعم، بالتأكيد الصين تريد التركيز أكثر اقتصاديا وليس عسكريا كما هو واضح. ماذا أستاذ أشرف، ماذا عن تعليق العمل بمعاهدة نيو ستارت؟ يعني مجلس الدوما قرر اليوم تعليق العمل بهذه المعاهدة، وبالتأكيد سيكون لها أبعاد، هل هي لنقل وسيلة للضغط على الغرب؟ في الحقيقة هذا هو أهم رأي يمكن أن يقال
في مثل هذا الحدث هو شكل من أشكال الضغط وليس له أي قيمة أخرى، لأن معاهدة ستارت في نسختها الأخيرة تم تمديدها في يناير 2021 لمدة 5 سنوات، أي أنها سارية حتى يناير 2026، وأمامنا حوالي 2.5 أو 3 أعوام كاملة من أجل تمديد هذه المعاهدة. روسيا تستهدف في الحقيقة أو لديها هدفان من هذا الإعلان، وهو إعلان شكلي بالدرجة الأولى، يستهدف كما قلت بالضبط الضغط على الغرب وكسب التعاطف الدولي وإعطاء المجتمع الدولي إحساس بالخطر وإحساس بالحرب العالمية وإحساس بالنووية وإحساس بأزمات الغذاء، لكي يقوم العالم بالضغط على الغرب للاستجابة للمطالب الروسية. ولكن في واقع الأمر روسيا أعلنت أنها سوف تلتزم بالمعاهدة حتى نهايتها، وأنها ستلتزم بأمور كثيرة، ومنها سوف تخبر الولايات المتحدة بكل المعلومات اللازمة عن إطلاق الصواريخ الباليستية من السفن ومن الغواصات. نعم، نعم أستاذ أشرف، تخرج من المعاهدة في الحقيقة. نعم، يبدو أن روسيا ستستخدم يعني جميع أوراق الضغط على الغرب للخروج من هذه المعركة يعني بأقل خسائر. كان معنا الكاتب والباحث السياسي والمتخصص في الشأن الروسي الأستاذ أشرف صباغ، شكرا جزيلا لك.